سلام خواتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحه اموركم مزيان. نبداو بصلاتنا على نبينا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. المهم خواتي خواتاتي، هنا يا جمعه مباركه، تدخل عليكم الصحه والسلامه والرزق وطول العمر. واخا تعطلت في الحطان ديال هذا الفيديو، المهم فيديو جديد، روتين جديد، نهار جديد، حياه جديده وصحيحه جديده ان شاء الله لينا وليكم اخوتي خواتي، بالصحه والسلامه ورزق طول العمر. هنا درت شويه الكسكسوي البنات بالقديد والكرداس، واخا ما صورتو لكم حتى الاخير، ولكن قلت صافي حاطه لكم بلا ما نعاود ثاني نحط لكم. المهم هنايا هذه هي الغديوه ديالنا، شوفوا هزيت لكم الكردازه الكسكسوي البنات، واش من الكسكس تشهيتكم تكون معايا كلكم فيه، والفليف للحاره والبينه بطبع طبعا، والكسكس ما تخطاش تشي دار مغربيه لا بالجمعه ولا بالجمعه. المهم ضروري ضروري هادشي اللي كاين احبابي، نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وعلى صحيحه وطول العمر ان شاء الله. واللي باقي ما اشتركش ينزل يشترك، فعلوا المربع الاحمر والجرس باش يوصلكم كل جديد ديال خصكم سعاد، فضلا وليس امرا احبابي. ونتمنى من الله الله يحفظ وليداتكم وصحيحتكم ان شاء الله، وان شاء الله نتمنى من الله. هنايا خواتاتي، هنا عندي في العشيه من تسهيلات الغدا، ودرت باغا ندير واحد شويه البريوش هنايا العيد، هذا الفيديو راه قبل من العيد. هنايا عندي البنات الفورص الخاص بالحلويات الدقيق، وعندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، وعندي درت فيهم واحد البيضه وواحد الكاس ديال الحليب دفيتو، وعندي واحد معلقة ديال الخميره ديال البيكون باودر، ولا ساشيه ديال الخميره ديال البيكون باودر انا عندي ديال العبار، والملح بالطبع راه كيف ما العاده شويه الملحه، ودرت معلقة ديال الخميره الفوريه ديال العجينه ديال الخبز وصافي. وعندي هنايا البنات شويه النافع، عندي منقياه، المهم عندي معلق وشي حاجه، المهم معلق ونص كاك، وعندي واحد معلق ديال حبه حلاوه، حبه حلاوه انا عندي مطحونه وخازنها في الفريغو، وعندي واحد المعلقه ثاني ديال عندي معلقه، المهم الثاني ده انايا نتوما على حسب الحلاوه تتبقى على حسب الذوق ديالكم. انا هنايا درت هنا اربعه المعالقات، وانتوما تتبقى الحلاوه على حسب الذوق ديالكم. هادشي اللي كاين احبابي، والحليب كما قلت لكم راه درتو دافي. وهنايا درت واحد ثلاثه المعالقات ديال الزيت ديال الرومي، المهم هاد البريوش ولا القرص كل واش تيقول لي، وواحد المعلقه ديال الخل البنات، والجزلان انا خليته على حسب التزيين. المهم هاد القراش هادو تيجيو غزالين تبارك الله، دائما هادو هما القراش اللي عندي معتمدين عندي، هما اللي كتديرهم الام ديالي الله يرحمها. المهم دائما انا تنديرهم. انا هنايا الدقيق انا المهم درت بلا عبار، ما نكذبش عليكم نقول لكم راه عبرتو، انا ما عبرتهمش. المهم عندي الطحين في الدار هزيتو حطيت في القصريه وغربلتو، وهنا خلطت داك المكونات كامله، وخويت داك الكويس ديال الحليب. انا البنات راه ملي تكونش عندي الحليب راه تنديرو بلا حليب وتيجيو غزالين البنات، ولا ما كانش عندكم الحليب تقدروا تعوضوه بدار المسوس ولا الحليب بودره، هادشي اللي كاين. المهم صافي وكملتو بداك الماء دافي، صافي عجنتهم هادي العجينه ديال البريوش راه تبغي تكون مطلوقه البنات تتجي غزاله، ما نقولش لكم هادي هي البريوش معتمد عندي. صافي خلطت ديك العجينه ديالي مزيان ديال البريوش، والبنات نسيت ما قلتش لكم درت فيهم واحد الساشيه ديال الفانيا، نسيت ما قلتش لكم في الاول في المقادير. المهم كنت بديت مونطي مع تيكون فيك الناس والليله، دوات المونطي لكم في الليل تيكون في الناس تبدا شحال من حاجه نبدا نقولهم تفكر تنقولهم تفكر شنو نسيت. هادشي اللي كاين احبابي والله الا كدين مع وليداتكم المدرسه، ونتمنى من الله هادشي القديم يرجع
المهم داكشي الحاجه القديمه اللي تتكوني تيديروها والديك والله الا تتصيد تتكون بنينه. انا الصراحه هادشي تيعجبني بحال دابا الحلوى الحلويات القديمه اللي كانوا تيديروها والدينا والله الا فيها شي مذاق احسن من داك اللي غادي تمشي تشريها ولا لا تيكون في واحد المذاق خطير هادشي اللي كاين. المهم تديري انا تندير شويه بزايد، انا مازال هاد النهار درت شي شويه، مرة أخرى غادي نزيد تاني تنخليه على حساب الدراري المدرسة وتنديرهم في المجمدة البنات راه ما تيوقع عليهم والو. وهذه هي العجينة ديال البريوش ديالي، شتو البنات ما غنزيدها لا طحينة ولا شتو، تبقى نهزها ونخبطها بحال هكاك وراه من الأحسن بحال هكا تغسلوا يديكم ولا دهنوا بالزيت وتكملوا داك الخبيط بحال هكاك تتجي بحال عجينة السفنج بحال هكاك البنات. هذه هو هذه هي العجينة ديال البريوش، وكل تندير ليها أنا لا البريوش ولا 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 القرص ولا القراش كله واش تيقول ليهم هادشي اللي كاين بقيت عليهم حكاك حتى صافي شتو كي جمعتهم ابي ديت تجمع الراسه صافي دهنت هذاك هذيك المقله صافي ودهنت يدي بالزيت باش ما تلصقش. شوف البنات كيفاش هادشي تبارك الله تبقى نخبط فيها بحال هكاك. انا ما بغيتش نطول عليكم الفيديو وما عرفتش شديت فيها صافي البنات ما فيها لا تماره ولا دلك ولا والو صافي. تبقى تهزيها بالكف ديالك بحال كف الصبع ديالك وتخبطيها ديريها في البوطاجي حسن كاع وتلعبي بها كيف ما بغيتي صافي البنات. دابا تجمعات ليا صافي هزيتها درتها في داك المول صافي وغادا نغطيها مزيان البنات. انا راتو ما نكذبش عليكم خليتها شحال باش تطلع فيها الهواء تنزلو فيها. المهم خليتها على خاطر خاطر تطلع ونعاود نهبطها هادي هي التانية في المرات ولا التالتة في المرات وانا تنهبط ونطلع فيها تنزل فيها الهواء وتتعاود تزيد تخمر تبارك الله وصلى على النبي. وشوفوا هذه دابا هي الاخيره صافي دهنت ديك اللاطه ديالي انايا ما كانش عندي داك الكاع ديال الزبده. الا كان عندكم الكاع ديال الزبده غديروه بلا ما تحتاجوا الدهن والطاوه صافي. انا دهنت عاد واحد شويه الزيت وتحطوا في طبيصل حداكم شويه الزيت ولا شويه الماء حيت كيما قلت لكم العجينه عندي تتلصق تبارك الله. الا بغيتو البريوش ديالكم يجي ناجح ولا القرص حنا هادو راه تنقولو لهم قرص ولا قراش البريوش تنقولو اللي تكون فيه الشوكولات حيت انا دابا تنسى وتبقى نقول لكم بريوش. ايوا صافي هنا راه تنقطع معناتها البنات درت معايا صغيرات ولكن تبارك الله وصلنا بيه تنفخو وتضاعف الحجم ديالهم بزاف توليت تنقول كان عليا نديرهم كتار من هكا والله الا كان عليا نديرهم كتار من هكا. ايوا هادشي احبابي نتمنى من الله لا فيديو يعجبكم وينا الرضا ديالكم. ومرحبا بكم عند اختكم سعاد قناتي وقناتكم يوميات سعاد وياسين. نتمنى من الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم ودخلت لديوركم دخل لقلوبكم علاش لا. وتتمنى من الله الدعم ديالكم والبصيمه ديالكم وداك الكومونتيرات الزوينه ديالكم اللي تتحفزني تزيد بيا لقدام. وانا البنات راني درت خرجت لي الجلاطات وغطيتها تخمرات انا درت شتي درت البنات على داك الزيف اصلا هاد الايام كاينه الحراره واصلا الكوزينه عندي انا سخونه. المهم غطيتها بديك البلاستيكه هي الاولى راه ما تتلصقش المهم غير درت شويه حكم يدي وهي تهز ديال البلاستيك صافي. ودابا تبارك الله شوف تبارك الله كيفاش تنفخوا راه تبارك الله شوفوا كيفاش تلاصقوا صافي. درت البنات بيضاء انا كامله وخويت عليها واحد المعلقه ديال الحليب نتوما بغيتو ديرو عير الخل ديرو عير الخيل واللي بغا يدير فيها نسكافيه قهوه سريعه الذوب يدير. انا درت صافي معلقه ديال الحليب صافي باش تحيد ديك الزفوريه ديال البيض صافي ضربت مزيان. وهنا دهنت دهن البريوش ديالي دهنت البريوش ديالي و ولا القرص صافي كما قلت لكم نتوما ديو عليها صافي. وزينتو بداك كيف ما عارفين القراش راه دائما تنزينوهم بالزنجلان هو باش تنزينو هما لي اكثر هي هما لا بغيتو ديرو تاني تساليو ودهنوهم عير بالمربى ولا سميتو تنسى على سميتو صافي دهنوهم وتزينوهم ب كوكا وكوكا الصين
ما تديرش عليا ولا تنسى. أميمة مسكينة بنتي حدايا تتفكرني والله، لو لينا تنسى ولينا شوف، هما بقى لا صغير ولا كبير كلشي ولا تينسى الله يستر. والله لو ولا فينا الزهايمر وهنايا راه خمر البنات وعاود خشيت الفران، والفران بالطبع انا شعل عليه الفوق والتحت، وهنايا راه خليتهم ملي تخرجوا انا ضروري تنغطي عليهم حتى ترجع داك الصه ديالهم تيرجعوا البنات. كيفاش جاوا نتوما تبارك الله، راه خرجوا ليا 24 ولا مع 26 حبه تبارك الله. هادشي راه غير لاطا، ما ماشي كلشي حطيت غير لاطا وشي حاجه، الاخرين كانوا باقي سخان. شوف البنات كنت نهبط يدي حتى لتحت و تيرجعوا لطبيعتهم، جاو تبارك الله ما نقولش لكم عليهم البنات، وواحد النكهه فيهم واحد المذاق جاو زوين. نتمنى من الله يعجبكم هاد الكراس ديالي، وما تنساونيش البصيمه تدخلوا ما تديروش خشكم سعاد البصيمه، راه ما غتخسروا والو والله الا ما غتخسروا والو، بالعكس الله يرحم لكم الوالدين ويجعلها من الحسنات ديالكم، والله يخلي لكم وليداتكم صحيحاتكم وميماتكم، واللي ما ولدتش الله يحفظ الحزامه، واللي اللي ما مجوجاش الله يرزقها بالزوج صالح، واللي مجوجه الله يخلي لها الزوج ديالها والوليدات ديالها. تنتمنى من الله